شوفي بعد ما تجربي هاد الوصفه تاع اللحم محمر في لاكوكوت ما تزيديش كاع، تحوسي على دوطخ غوسات، يجي طايب زبده وبزاف بنين وتمتم يوجد. انا جلي اكومباني مع لا بيوري، تقدروا ديروا مع لي فريت تاعي يجي بنين. واش تحقوا؟ تحقوا دي مورسو دو فيون بيان سور، تقدروا ديروا دي كوتلات تاني يجوا بزاف هايلين. بوغ لي زيبيس تحقوا ملح، فلفل كحل، راس الحانوت، شويه ثوم، شويه مغرفه هكذاك تاع لا موتار، مغرفه تاع زبده، اون بون كونتيتي تاع زعتره هي اللي رايحه تبنوا بزاف. دخلوا مليح الخلطه فيه وخليوه، الا قدرتو خليوه في الفريجيدار قسمه تطلق هذيك لا مارينات فيه، سينو ديروه تمتم، انا ما كاش عندي الوقت طيبته تمتم. خذوا لا كوكوت تاعكم ديروا فيها شويه زيت ماشي بزاف، صفوا لا فيوند تاعكم وديروا شويه ما شويه ما فنجان. هنا زدت قرن حار باسكو هما حبوه حار، خليوه ابيتي فو يتجمر شويه وغلقوا لا كوكوت كي يبدا هكذايا يغلي. نقصوا النار، نقصوا النار، لازم النار تكون مغمومه كامل. هنا دازو 30 مينوت قلبتو لوتر كوتي باش يتحمروا لي المورسو وكان واجد وجا بزاف منين. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صحتكم.